صلى الله عليك يا رسول الله وعلى لعن الله قاتليكم وظالميكم أجمعين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أسأله أن يجعل أعمالنا مقبولة عنده وأن يقربنا من رحمته، إنه قريب مجيب. يقين كلما أريد القرب من رحمة الله فرحمته أقرب لمن أراد أن يقرب. فمنها شوية تداني من القرب والتقرب التداني. العلم كان هذا يا جماعة، إذا صدعنا الجماعة وإن شاء الله تدنوا لهنا، أنتم هم تدنون عليهم لأنتم مو أجانب عنكم، كلهم أخوة إن شاء الله. شرط تقومون واحد يتدن على الاخر. يا الله اقف اقف، خلنا نقوم بالاول. يلا تقعد. رحم الله من ذكر القائم. وين كان يقوم على حيلك؟ شو قعدت انت يا اخوي؟ الدنيا مو بارده حتى تخاف يبرد مشانك. طيبوا افواهكم بالصلوات على النبي واله. أسأل الله لكم ولي ولعامة إخواننا المؤمنين أينما كانوا سلامة الدين والنجاة من فتن آخر الزمان بفضل الصلاة ثاني. نسأله أن يكمل لنا هذا الشهر بفضله بأداء فرضه، وأن يميتنا على الإيمان بفضل الصلوات ثالثا. لو لم يكن كل منا يعتقد ويدري بأشياء ما أخذ التدبير لتلك الأشياء، لكن ندري بأن أكو أشياء يحتاج الإنسان يهيئها ويحضرها. ليش؟ لأن أكو منقود عليها، وأكو شوف عليها، وأكو استماع لها، وأكو نظر. وإلا لو ما كان أكو نظر وشوف ورؤيا ما حاجة أنا وياك نروح نتقحم ونشتري القاط مثلا ببيش واليرد ببيش ونتكلف هواي خرج هواي. لكن ندري اذا طلعت انا وانت واللباس مالنا والهدوم رثة تقول تشوف هذاك شاف وذاكها، لابد نشيل خطاياهم احنا. ليش؟ ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه، يقول له ما يهل يتسي روحه. فيروح واحد يتكلف ويشتري، وما اقول يشتري بالدين ويتقربز الوادم، لا، هذا اذا كان عنده شيء مهيئ. واذا كان ما عنده خطيته برقبته، ترى العمل ما لا يظل موقوف
ويظل مطلوب للوادم، والمطلوب للوادم اذا هو يريد يستريح ترى ما يستريح، واذا يريد يعيش ترى المعيشة مالته نكد، لان امامنا علي اللي احنا نهتدي بنوره ونقتدي بشخصه هذني اعمال الامام مو ما عنده، الائمة مو ما يتمكنون، احنا والعالم وهاي الخدام والدنيا كنا عايشين اغنياء ملوك بخدمتهم، شلون اللي احنا ملوك بخدمتهم هم ما عندهم جواعة اعراية هدوم هم مشققة؟ لابد الى معنى، الى معنى. الامام يمر على القصاب، القصاب يقول له يا علي خوش لحم تشتري؟ الامام يقول له مو بحاجتي. يكرر الكلام علي مرة ثانية على الامام، الامام يقول له يا القصاب تريد اشتري منك لحم؟ فلوس ما عندي، فلوس اللحم مو ياي الان. القصاب التفت للامام، يا ابا الحسين هاي حكاية، احنا سائر الناس ياخذ ويروح او ننطي بالدين، انت امير المؤمنين ما يخالف، تفضل اخذ لحم وانا اصبر لك. الامام جاوب قال انا اصبر على نفسي. انت ليش تصبر لي؟ تعرف انا وياك نعرف الحكاية ها؟ يقول له انا اصبر على روحي، هي ليلة غير، انا اصبح عود ماكل لحم انا، وصبحت الصبح واذا انا حساب القصاب منطيته اظل هذا ما طلعت اكلها عند اللي ذي اكل مو اكلها يغثه. قال له فالامام انا اصبر على نفسي، ليه تصبر لي؟ هاي حكاية تجيب حكاية وكلهن ان شاء الله بيهن معنى. فمولاي كلامي انه انا وياك ننكسيه من الشيء الزايد، نبني من الشيء الزايد، لا تقربوا لحية بلحية عاقبتها فضيحة. فلو لم يكن هذا الامر متداول والناس ما تعاين وما تنقود، نظل احنا على هدومنا الذي نلبسها مرقعة ممزقة شيهم للدفى خوشي، او الايام الحر اماكو اشياء اللي يتقي الحر، لكن ندري اكو ناس تعاين علينا وفشلة من الوادم يعاينون وينقدون علينا مهجي. فلما اكو واحد يشوف يكون احنا نعدل رواحنا حتى اللي يشوفنا يشوفنا معدلين. هذه حكايتي اللي حكيتها، وين تروح؟ منين جيت؟ بيش تشليب؟ بيش تتصيل؟ اذا جنابك اذنك كانت عندي وعرفت شنو قريت اول ما قريت، تعرف هذا الحكي جريب من ذاك الحكي، ده يمشي على نور الآية اللي قريتها. الله عز وجل يخاطب النبي يقول له يا محمد قلهم للأمة الإسلام العالم اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، يعني الإسلام قلهم يا نبي هم انت اعملوا، ترى كل عمل اللي تعملوه الله ورسوله والمؤمنون منه. وبقراءة للأئمة عمل يراه الله ورسوله والمأمونون، المأمونون على أسرار الله هم الأئمة، يعني أصبح العمل مالي ومالك، الله يراه والنبي والأئمة. فإذا كان واحد يشوف شيء أنا وياك نعدل رواحنا مهما أمكن، نحسن أخلاقنا، لأن أكو واحد ينتقدنا مو هيجي ولا مو هاي، نجي لبيوتنا نصبغها، العراسينا نعم نلونها، هدومنا نعم نعدلها حتى لا ينتقدنا أحد، لأن أكو عين تشوف وإذن تسمع. فإذا أنا وياك عدنا اعتقاد صحيح بأن الله يرى والنبي يرى والأئمة، ما أقول أنا مبرئ نفسي، أنا أول مذنب أول خاطئ، لكن مهما أمكن نخلي هالبيان على بالنا ونقول يا من أظهر الجميل وستر القبيح، نسألك أن تستر علينا قبيح ما تعلم.
لان اكو اشياء انا ادري بيها والخالق يدري بيها. انت ما تدري تشوف انا خوش ادمي بالظاهر لكن بالباطن ايش مدري. فنرجو مثل هاي وامثالها من الله تبارك وتعالى والنبي والائمة. وكذلك الرجاء هم يغضون عنه، لان لو كل شيء عابين ربنا وائمتنا ونبينا ترى كلنا طلعنا من كربلاء، كلنا يعني اقول بالتغليب الواحد والثنين ترى مستثنى. ليش؟ لانه اشياء اللي يكون تمشي على نظامها ربما ما توجد، لكن هذه يخفيها وذيك يغضي عنها. وامرنا الله والنبي ايضا، قال لي ربي وقال لك ونبي ونبيك والامام، مهما امكنك لا تفك 10 عيون على غيرك وعيون عن قلبك وعن نفسك. انت لا تقول له هذا هدومك شبيها محقك، عاين هدومك بالاول. لا تقول له انت ليش ما مثلا بأدبية تستحي، عاين انا شلون استحي ولا. فاذا نظرت الى نفسي اولا صان ما انظره الى نفسي اني انظر اليه. وهذا حديث اللي قرأناه هسه المجلس، بعض الجماعة يجوا منا. الله عز وجل اوحى الى موسى، يا موسى ما دمت لا ترى ذنوبك لم تغفر، لا تشتغل بعيوب غيرك. قلت هناك وهسه بالمكبرة اقول، يقدر واحد عالم واعلم العلماء يقول انا ما مذنب ما عندي ذنب؟ ما يقدر يقول. كل واحد من العباد يقر بذنبه، وان لم يذنب يجعل نفسه مذنب، لان هو اهميته مو وجب من الامام. بس الائمه يذنبون والعياذ بالله، يقعد يبكي الامام زين العابدين سلام الله عليه، وهذه مناجاته. فوا حسرتاه غدا، او فوا سوءتاه غدا من العرض بين يديك، اذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. اما مع المخفين اجوز ام مع المثقلين احط؟ هذا امامي وامامك زين العابدين يقول له الهي شلون بصري باكر يوم القيامة. ابن الحسين اللي عم ابو فاضل، هذا كلامه الامام زين العابدين سلام الله عليه، الامام الرابع، يقول له الهي شلون حالي انا يوم القيامة اذا انت يا الخالق قلت للمخفين، يعني اللي ما عليهم اوزار وذنوب، يلا فوتوا روحوا ثم عليكم شي روحوا للجنة، وقلت للمثقلين يعني اللي اوزارهم وذنوبهم هواي حطوه. يقول له الهي اتحير انا، اروح ويا الذي هم يرحون للجنة يو اظل مجيم ويا ذول الذي ذنوبهم هواي. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي. اما ان لي كلام الامام هذا، اما ان لي ان استحي من ربي، يعني ما بس عاد استحي من ربي زين العابدين يقول زين. فيصبح واحد بالعالم يقول ابدا انا ما عندي ذنب، ماكو شيء. بس هذا الحديث صيانة الي وإلك يا عيني انت، يخلي لساني معقود ولسانك كذلك. ما احشي عليك ولا تحشي علي، كل من عنده خير وشر اليه. يا موسى رب العرش يخاطب هالنبي، ما دمت لا ترى ذنوبك لم تغفر لا تشتغل بعيوب غيرك. فإلى أن نموت احنا ما عدنا معلوم أن ذنوبنا انغفرت. فلما أنا ما عندي معلوم أن ذنوبي أنا اللي أذنبتها مغفورة، بلواي أنه ببتلي بذنوبك أنت وحشي عليك وتبتلي بذنوبي. يعني كل من يكف حجي ويقعد ويسكت. فإذا كان العرض من الأعمال على الله وعلى النبي وعلى الأئمة، أقرأ لك آية يا عزيزي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبت، قريت ما ترك على ظهرها من دابة. خلاص هذا دليل قتمان والله حد من عدنا، هذا هو. هذه آية بالقرآن،
معناها حكي مع العرب عوام مثلي ومثلك نحكي. يقول الله عز وجل كل واحد واخذ بذنبه وبعمله كان ما خلى على وجه الارض من دابة لا من اوادم ولا من حيوان، كل واحد عنده فت خطأ، ولكن يؤخرهم الهم يوم، كل من يحاسبه بحسابه. وانا وياك يا مؤمن يا جعفر يا بشرك بشاره، والله بشرك واياي بخير، ترى عندنا دعامة قوية وعدنا طريق وصراط مستقيم، لكن بشرط صلاتي وصومي والواجبات مأديهن وهذن كلهن طايحات، وذيك الساعة التوبة عن شنهو؟ مو اكو فد واحد تطلبه ويطلبك والوعد ماله تعدى، فرضا جيت اطيت الطلب وسديت الطلب ماله، لكن ايام اللي جزت انت مطلوب الى ليش عطلت فلوسه؟ اجينا فلوسه مثلا انطاك اياها، البدل يكون اللي تنطي بدال الفلوس ليش عطلت؟ تقدر تقول نسيت مثلا، ما جبت لك الورقة، ما جبت لك الوداعة، ما جبت الامانة، ما يخالف. لكن اذا انت متعمد انا وياك داينت منك دين وقلت لك الى شهر، عقب الشهر تتصرف بيه حرام، فالك ان تستوهب يوهبك المدة اللي جزت. فاذا توبة مثل هاي وامثالها، مو انا صومي وصلاتي هي قائمة من قاعها، لا حرم شبيهة ولا شجرة، وذيك الساعة اتوب من شنو؟ بل اكو حقوق مأديها لكن اكو تأخير، فالتوبة عن التأخير. ده تلتفت شنو اقول يولا، وإلا أقرأ لك هالحديث وأبشرك به وتروح تنام يا ذاك البعيد، ما أكون إن شاء الله هنا حاضر واحد نعم الذي هذه صفته. أنا تارك واجبات ويقرأ لي القاري يبشرني وأروح أنام، لا صومي ولا صلاتي، لا عمي لا عمي لا أغاتي، كل ملة وكل ناس عندهم طريقة يتمسكون بيها، هاي يهود هاي نصارى هذا مجوس هذا كبوذة هاي أشكال وأرناب، عندهم طريقة، الإسلام ما يصير ما عنده طريقة. وكل الطرق هي مختلفة إلا الإسلام، فإنه مؤتلف لا مختلف، وحق لا باطل، وهدى لا ظلمات. شنو الحديث اللي أبشرك به؟ هذا الحديث الصغير بعد الحكي اللي حكيته. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إني سألت الله تبارك وتعالى أن يقبل التوبة من شيعتك ولو صارت الروح إلى هنا، هذا لشيعتك فقط يا علي. هذا الحديث، عرفت شلون؟ اكو توبة ما تنقبل، واكو توبة تقبل، واكو توبة بمدى الوقت وباخر وقت. اما التوبة اللي ما تقبل للتالي: ان الله لا يغفر ان يشرك به، نعوذ بالله، الكافر المشرك بالله هذا ما إلى توبة أبدا، ويغفر ما دون ذلك وياها قيد لمن. فأكو توبة مثلا إلها زمان ومدى، جيت أنا وياك وياكو قواعد عند بعض إخواننا المؤمنين براوية حضار، كان راكب له مثلا طريق ماشي بجادة، واجل ابو فاضل وقال له: هذا حزامي يا ابو فاضل، مو اكو شي سامعين؟ لعل بالمجلس هم حاضر واحد يقول له: حليت حزامي عند ابو فاضل، يعني حزامي اللي كنت محزم بيه، يعني ابليس محزمني، شيطان محزمني، حليت ذاك الحزام وتحزمت حزام ارحماني، يعني تاب. اهلا وسهلا، يقدر واحد بالعالم يقول لك التوبة؟ قلت إلهي التوبة، ويقول لك ما لك توبة، شقون حلقه. اكو واحد يقول
يتوب واحد وما حد يقبل منه لا يكون تقولها فرضا له مع الحكي، لا تقول، لان قول الله فوق قول المخلوق. قال واني لغفار لمن تاب. اسباب التوبة اذا هيئها مشت. الآية الأخرى وقل للذين أسرفوا على وقل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني يا محمد هذول عبادي اللي خربطة ولعبة وشربة وضربة وأكلة وما دي سوى وما دي شنه وما دي شلون أشكال، هذول أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تأيسون، قلهم لا تأيسون من رحمة ربكم إن الله يغفر الذنوب. شقيف خلي أسمع، ها دحشو ما تحفظوها جميع أحسان، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني هادش عند جميع ذنوبه إذا أراد يقبل. نعم الكلام الواحد من عدنا ويسمع شوش اكو ذنوب يجي يقولها ويعترف بيها بين يدي رحمة الباري الله يغفر الذنوب، بس ليكون بيها مظلمة الناس وحقوق الناس ودين وقتيل وضروب، ذني ترى بيهن حقوق يقدر يأديهن، مو هذا الحكي هنا، هذني مفروغات. لا تقول قال، احنا ما نقول اللي هاي يكون هنا وهاي هنا وهاي هنا وهاي طلعت بالوسط، لان اشياء اللي يمكن الرد من مظالم او امثالها الى اهلها هذه يكون يؤديها وبعد هذا يكون ينقبل منه. تسمع هذا لا تشبيه ولا مثال يقول له انت سقطت حقك بلا تشبيه، بقى حق العام، هذاك حقوق تمام جنابك رضيت منه والله رضي برضائك، لكن الجرؤات وامثالها يريد لها. اسال الله ان يجعلنا واياكم، ترى على قعدتك التوبه ما يريد لها لا عريضه ولا طويله، انت مو الان قاعد وهادي يقرا وقلبك اللي كم ونعصر وانت قاعد صار عندك حضور، ترى ما يمنع الشتري ولا الحديد ولا السماوات من رحمه الباري ابدا، اسرع ما يكون واقرب ما تجي التلبيه تبت عليك. بهذا بشاره صلوات. الثانية غفر الله لكم. خيرات الأموات الثالثة. زين هذا فد مقدار كلام بهالبيان، نجي من جهة أخرى هم يصيب الطريقين، هم دينا هم دنيا هم آخرة هم حياة هم ممات. يبينون اهل المعرفة يقول الامور تنقسم على اقسام، امور اللي انا وياك نعملها تنقسم على اقسام، بين امر يضر ما ينفع واكو امر ينفع ما يضر، واكو لا متساوي هم يضر وهم ينفع، واكو لا الضرر ما لازيد واكو النفع ما لازيد. هذني اقسام يريد لهن بيان، والبيان اللي يحتاج ذني يريد لوقت، والوقت رايح منه مقدار وظال مقدار ما يكفي، فعليه شوية شوية نطلع مقدار اللي يطلع من الكلام هذا كافي عيني. انت هذا الذي ينفع والذي يضر مبينه، هذاك كلام ينفع وذاك كلام يضر، هذا ما يريد له، كل ما يريد له بيان للعارف. جينا الى الجهة الاخرى، الذي متساوي بين يضر او بين ينفع، ام لعله ام يسوي زين ويسوي شين، واكو يضر وما ينفع واكو ينفع نفع اكثر من ضرره. هسه العاقل من ذن الثنين يدور الذي نفع اكثر وضرر اكثر. جنابك انا وياك نفرض بياع عشر راية باي شيء، باي شيء بيع نشتري كل شيء بغير انا عين جهة،
لما نشتري هالشر وهذه الريد ننظر بيها نتنفع. فاذا كان واحد يشتري ذي ضروح هذا مو عاقل، يقولون ما يدخل في حكم الانسانية، هذا عن معنى البشرية والانسانية هو خارج، لان ما عنده ميزان. واحد يشتري يدور الضرر، لا، يكون يدور نفع يربح يستفيد. فاذا كان هو يعقب عملا ضرره اكثر من نفعه فهذا ما يعدوا مع البشر. ليش؟ لان ميزان اليوزن فيه سقط، هذا سقط، عقليته مو كاملة مو ناضجة، دا يشتري ضر ما دا يشتري نفع. هسه مرة هم هاي يسويها هم ليش يسويها، مرة لا ضرر ما لا اكثر، مثل ايش؟ نجيب عليه دليل. خاف بعضهم، وان كان الكلام ان شاء الله مو معقد مفتوح لكن ازيد انفتاح يصير، نجيب له دليل الذي ضر ما لا اكثر من نفعه وهو مو مقبول عند اهل العقل. مثل ايش؟ مثل هالقضية، ينقلون بعض العرفاء التفت الى رجل، هذا العارف التفت الواحد يشرب نبيذ، هذا النبيذ قسم من اقسام المشروبات، عاقل ويتكلم ويا هذا متعلم يشرب، قال له اسألك انت تشرب النبيذ اللي نوع من المسكر، هو الويش شنو غرضك منه؟ قال له ما غرضي منه الا انه يهضم الطعام، لما اكل اشرب من النبيذ حتى الاكل ينهضم، انا قصدي هذا، قصدي ان يهضم الطعام. قال له هاي هي؟ قال له تبين انت تدور الضر اللي يضر اكثر من اللي ينفع. قال له ايش معنى؟ قال له هو منا يهضم الطعام ومنا يهدم جسدك ودينك ومالك. انت تريد على ما حسن لك يهضم الطعام. اولا اذا كان الطعام بالقاعدة هو مهضوم من قاعة، اذا صارت المسألة ابدا الى زمرة فوق كلش للعين بارود، نعم، وياه من اللي تجري خرق هدام صشيم والمدج هم فوقها حيل ما القبل، ها تمام. فهذه هي اذا تارت الكبسونة هي العين ما توصل للبارود اصلا، من كبسونة شي من كثر ما متشوش هدش. قال له فاذا كان انت اكلك على مقدار هم تريح او متنيح، بعد لا يريد لك نبيذ ولا يريد لك كوكه ولا بيبسي ولا سينا كولا، كل ما يريد ليش على القاعدة. لكن هذه اذا صارت حتى اذا بلغت الحلقوم هنا يقوم يتمرجل. قال له فانت منا تقول اشرب للهضم يهضم الاكل، لكن ما هضمت اهدمت انت، لانه يهدم عمرك يا البعيد هذا، ويهدم دينك لان حرام، ويهدم ماليتك. قد تبطي مالية، تخيلك هو قوترة هذا لعيب. قال له فهذا نفعك صار ضررك اكثر من نفعك، هاي مو عقل، عاين النفع اللي يصير اكثر من الضرر والضرر اقل. مثل اشي عاين الذي نفعه اكثر، مثل المثل المعروف ترى الى طريفة اذا سامعي، قال له الما يعرف تدابيره حنطة تاكل شعيرة، هذا مثل معروف. شنو معناه؟ اللي يعرفه هو يعرفه واللي ما سامعه، فواحد اذا ما سامع هالمعنى ويسمع هادي مستفيد الحمد لله، انفد واحد سمع عليه شيء. قال له ما يعرف تدابيره حنطة تاكل شعيرة، مثل ايش هذا المعنى؟ يقولون بلي واحد كان عنده حنطة، اجا عايد حنطة وجا شعير،
جسم الجسم جت شعيرات وحنطات، شاف الحنطات خوش حنطات والهن اتشالة ياكلوهين. زين شي يسوي الهين؟ قال بفكرة السنة ليش ناكل حنطة؟ حنطة ما لازم شعير خوش اكل. وزين باع الحنطات اشترى له احصان. هذا الاحصان لما اشتراه هذا يريد له علف، وهذا يبش يشتري الحصان، وهي يكون يحسب حسابه. اكو اشياء ما يريد لها، فرضا حصان حديد هم يريد له تشوب ويريد له مدري شلون ويريد له الحين. وهذه تعرف سياره هو بعد اجر من هاي تري الا ان يستسهل هل ما يعرفها. فهذا اشترى حصان بالحنطات، ظل عنده ظلن الشعيرات. قام كل يوم يجيب العليجه مالت الحصان، يخلي له شعيرات ويعلق العليجه برقبه الحصان، الحصان يقرطهن. ثاني يوم ثالث يوم ماكو وضم غير الشعيرات، اكلهن الشعيرات الحصان. فالحنطات راحن والشعيرات راحن، اصبح بطرق الحصان. الحصان شو يسوي بعد شطي؟ فقالوا من قلة تدابير حنطة تشربيها حصان والشعيرة كان الحصان حنطة. لكن اللي عنده تدبير وراي وانا وياك ذني سوالف ترى بيهن محنة. اليوم ما يجي واحد يسولف لك هيك سالفة غير قرآن ونبي وامام ومؤمنين. وإلا ايش عندك؟ اهلا وسهلا تفضل نروح للقهوة. بالله جيب لنا شوية. واذا جلخات ظهر النهار قال له والله رحت انا 11 دينار وربع، انا سمعته 11 دينار وربع خليت وجيت. ذني شني؟ عقل عقل عقل، كان عنده عقل عنده راي. اليوم كل الزلم ما تنعرف غير بالدنانيرات. دنانير عندك دنانير انت رجال، خلي صير زلمت الزلم ما عندك شي، ما حد يعاين بوجهك. كالديانة الحرام ما ادري شنو، خلي على كتر منا تعال وياك للدنة. لا يقشمروك، لا تصير قشمر. انا وياك لا نتقشمر. تراكوا ناس يضحكون زلم يضحكون على الزلم. ابو الاسود الدعلي، هذا ابو الاسود الدعلي عنده واي ضرايف لطايف، لكن منهن اللي تواشج هاي مثلها، لان اذا ما صارت مثلها تصير متباينة. ابو الاسود الدعلي قطع فكرة يوم يشتري الحصان، هذا اشترى هيك يسوى هذا يسوى، اشترى الحصان. صار الليل اجى يريد ينام ابو الاسود الدؤلي، هو نايم بهالاثناء فز من النوم، سمع شيء يقضم، يعني شيء واحد يقرط، سمع فتشي يقرط يقضم، هذا معنى. سمع قريط يمه، سأل الخادم ماله اليمه، قال لهم شنو هذا هالقريط هذا شنو؟ قال له غير الحصان ده ياكل الشعير ماله، العليج ما لدى ياكله. قال يا با خير ان شاء الله يصير الصبح. صار الصبح قال له قوم اخذ الحصان، قوم وديه للسوق، قوم وديه للميدان بيعه. قال له اشمعنى؟ قال له انا ما اخلي عندي واحد يقرأ، انا نايم واكو سلعه تقرط وانا نايم، ها انا نايم وهاي تقرط، ما يبهي هذا مو عقل. بويه هي لو على الحصان هم ما يخالف رحم الله والديك، لانه الخيل يقول الذي يسوي العلف نعم للخيل والشعير، كل حبايه من الشعير هسه مو وقت خيل وخياله، صرنا كنا سواريه وفياده صرنا بعد ماكو، لكن هاي اخبار قبل. يقول كل حبه تكتب له حسنه، اذا اراد يصفي الشعيرات ويقدم للفرس ماله الحيوان. هسه حصان يا ريت، لكن هذا ابو الاسود الدؤلي يقول له سلعة اللي انا نايم وهي تقرط انا ما اريدها، اريد اقرطها وما تقرطني. تعرف راس الشهر دينارين ثلاثة خمسة، المكناسة على الكهرباء والتلفزيون على الكهرباء وهاي على الكهرباء وديش كلها على الكهرباء، فد مرة راح نتكهرب فد مرة نحترق. تالي الشهر انقرطنا، احنا انقرطنا، وين انت يا وادي؟ وين؟ شنو؟
حصان ما يرضى، حصان يقول له يقرط وانا نايم، هذه تمشي تفتر حساب تالي الشهر ماكو. اي هم قالوا لك كلفوك؟ كلفوك هم؟ لا ما كلفوك، قالوا لك خذ تضوى. احد يجبر واحد؟ ما حد جبر واحد ابدا، ما حد جبرنا عمي، لا حاكم ولا كبير ولا صغير. احنا عمي احنا ذابين ارواحنا بالشلاح القلوب، احنا ذابين ارواحنا بالخساير، احنا ذابين ارواحنا بالمرار والقهر، وهذا كافي الحكي. هذا صار الصبح قال له روح بيع باعه، فاخذ فلوس الحصان راح اشترى له بيها قاع، وقام يزرعها شكاره وياخذ مني ماها، مره يزرعها شعيرات ومره حنطات ومره شلبات ومره شغل. اروح ابو الحصان، حصان شنو يقرط وانا نايم؟ فانا ارد استفيد؟ لا. فإذا عرف الإنسان نفعه أكثر من ضرره وصل إليه، ومن كان ضرره أكثر من نفعه فما يدخل في معنى البشرية. لهذا العقول لو تساوت وتوازنت لعرف بنو أمية أن عملهم ضرره أكثر من نفعه، وهل هناك نفع؟ أبدا، ما اكو الا الضرر المحض، نفع ما اكو. لكن الرجال الصالحون علموا ان النفع في هذا العالم نافع في ذلك العالم، فكان نفعهم ونفعي من نفعهم. اكو واحد ينفع نفسه يحصل اليه، لكن امامنا أغاتنا رفعت روسنا باب الحوائج والرجال الهاشميين والأصحاب، ترى نفعهم مو بس إلهم، إلي وإلك، عندي دليل هواي، ترس العباء ترس الصحن. لكن هذا من الإمام الرضا سلام الله عليه، قال لي يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب، هذا النفع بيش حصلنا بواسطتهم، مثل ما لمن استشهد مع الحسين، فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت. فهم انتفعوا، انا انتفعت بواسطتهم، قلت يا ربي يا ريتني حاضر واصير ويا الانصار، فنفعهم وصل نفع الي. الامام يقول له اذا تريد تصير مثلهم قول يا ليتني كنت معه. هاي الحكايه يا من تسمع ما اقول، في اغلب الاحوال والاعمال الرجل الحاذق العامل انما يعمل فرضا عند ولد اولاد عائلة، لكن ترى يعمل هو نفسه، ربح اله، بيع شراء ناتج منه اله. سمعت عطار يستفيد يطي جيرانه، قاري ينطي لغيره، مثلا كل من إلى نفع إليه، يريد النفع إليه، الله يستر من اللي يريد يضر غيره بس هو ينتفع، هذاك ما نقول به. لكن الناتج من الكلام كل عامل عمل يريد النفع لنفسه لا لغيره، لكن بالصوت العالي وبصريح اللفظ أقول ويصدق قولي كل موحد وكل محب ومبغض ان امامنا الحسين هنا بكربلاء ما اراد بعمله نفسه والفائدة له. انا يمكنني احلف بهالاسد اللي قدامي وبغير يمين انت مصدق، بس اراد بعمله وبموقفه ما ينفع الأمة الإسلامية المؤمنين. شو تقول إذا حضر الشاهد عندك؟ هو حاضر تأيدني وإنت ساكت، وإذا مو حاضر عندك تسمع. لما أراد الإمام أن يخرج من المدينة، الملائكة المسومون اللي نزلوا على النبي يوم بدر اجوا أمام الحسين، سلام الله، يا أبا عبد الله إن الله أمد جدك بنا، إحنا مدد انزلنا الملك ما يموت، إن الله أمد جدك بنا وأمدك بنا، إحنا مدد جايين لك،
كما اجينا الجدة قبل. حاضرين اقعد مكانك. مسلم الجن كذلك احنا نكفيك عدوك. يزيد معارضك الان ما نخلي وجود اليزيد والبني اميه. اقعد محلك. الامام ايش جاوب؟ قال ان اقمت هنا اذا اقمت بالمدينة من يكون ساكن حفرتي بكربلاء وقد اختارها الله معقلا لشيعتنا. اذا انا ظليت بالمدينة كربلاء يكون يصير بيها حسين، اكو حسين ثاني يروح لها اذا انا ما لحين. جعلها الله معقل، معقل خو تعرف محل الذي يجمعون بي ناس. قال له اعتقلوا يعني خلوه بمكان محفور. فهذه كربلاء معقل مو للاجساد بس، اذا للاجساد اجمعهم كلهم اللي بكربلاء زوار ومجاورين. لا، وجعل افئدة خلي وياها، وجعل افئدة من الناس تهوي اليك. يعني يقولهم اذا ظليت بالمدينة كربلاء من يكون يصير بها؟ ما يصير اروح الكربلاء، انا اروح الكربلاء حتى كربلاء تصير كعبة مؤمنين. يا موحد عندنا كعبة مسلمين بالصريح، والذي يقول عنده شيء يتكلم. عندنا كعبة مسلمين وعندنا كعبة مؤمنين. كعبة المسلمين اللي بالعمر مرة يروحوا لها، نعم بمختلف المذاهب من جعفر حنبل شافعي مالكي، اما كعبة المؤمنين كربلاء للمؤمن المحض، لمن محض الايمان. يطوف هناك واجبا ويطوف هنا مستحبا. هناك يروح يهرول بين الصفا والمروة، هنا هم يجي يهرول من الحسين وين الشريعة وين، او من الشريعة وين قبر الحسين وين ما بين الصفا والمروة. بل هذه كربلاء. مولاي عزيزي الله يرزقنا الاخلاص بالعمل بحق ابو فاضل، اللي يخلص بالعمل الله يجعل الى عنوان. عنوان مولاي 60 سنة طلع من التاريخ، من ذاك اليوم لهاليوم الحسين شهادته. واذا الحسين سلام الله عليه آنا فآن وزمن بعد زمن يتجلى امره ظهورا. الهي بحق الحسين اعزك كل جعفري مؤمن. اللهم عجل بالخذلان والانتقام على جميع من يريد مع المؤمنين الأذى والتفرق مع جماعتهم. بحق الحسين الذي جمع شمل المؤمنين وتفرق شمله، لأن شمل الإمام تفرق ولم يجتمع. وين أقرأ سيدي؟ وين أروح؟ أنا أي مصيبة أبين؟ قلت تفرق شمله، قلت العدد ماله، قلت هروله، قلت سعي، راح اقول تلبيه تلبيه تلبيه. ناكب الكعبة الاسلامية الحاج يصيح لبيك اللهم لبيك. ان الحمد بكربلاء اكو، بلي الحسين التلبية يجاوب بالتلبية. يطيح الرجل من الاصحاب يصيح ادركني ابا عبد الله، يجيبه الامام لبيك لبيك. هناك عندنا اشواط كم شوط ما بين الصفا والمروة تعرف؟ الحسين 17 اذا 7 الاشواط 17 شوط يروح، كلما يطيح هاشمي يركض اليه. حتى اجى بالاشارة اقرا لك وانت حاضر هوايدا اشوفك. اجى الامام من الشوط 17 لكن ظهر من حين شوف شيت يتبين لي يعبين لك. انا قلت الامام 17 شوط يعني شوط، حين ما يطيح واحد يجي يركض. فمن الشوط 17 اللي تكملت 17 واحد رجع ظهر من حني. تقدر بايدك تأشر لي اكو واحد قال اشر بصبعة؟ من المستمعين يقول هنا اجا من يم ابو فاضل. الله يرزقك ان شاء الله واياي قوة الدين
وقوة البدن للطاعة. عزيزي رجع المولى، رجع المولى من مصرع هذا المولى. اسأل الله كل عائلة يأمنها على كبيرها وعلى صغيرها وعلى وليها ويطبهم الرحمن ما بيناتهم. اسأل الله كل بيت من بيوت المؤمنين لا تزال الرحمة تدخل بي، وان كان بعض بيوت ربما تدخل بيها اللعنة، لكن نسأل الله الرحمة الرحمة ويبعد عنهم وعننا هالاشياء هذه. عزيزي اكو بيوت عائلة، مثلا عائلة بالبيت تنتظرها مسافر حريم، يو تنتظر ابو يو اخو يو عم يو قرابة، ترى هذه كل ما تندق الباب قلبها يفز هالعائلة لعل ابوهم يجي. هذا اذا كان انتظارهم الاب، اذا انتظارهم الولد كلما تندق الباب يتخيل لهم الولد اجي. عزيزي عائلة النبوة العقائل بالمخيم، العقائل ترى وقفت على ساق. شو وقت لما الامام طلع من المخيم واجى لهنا وقفا على حيلهن، خصوصا العقيلة امام العائلة. مولاتنا زينب امام العائلة، والعائلة عينها وين؟ بوجه العقيلة، لان النظام الامر القومة القعدة كلها مأخوذة من اشارته. فالعائلة منتظرة الحسين راح يجي ان شاء الله ويبشر ابو فاضل سالم، حتى ظهر الامام قوي بوجود اخوه والعائلة بوجود المحامي. الله لا يروعك ويروعني ان شاء الله بهالدنيا هاي، وبحق المروع قلبها زينب، بحق محمد وآله الامان والاطمئنان. زين الحسين اجا وقعد هنا، وكل ما قال ما اقرا لك، كل ما حكى ما احكي لك، انت اقرا انا قرايتي كلمتين كافيه. فالعائله منتظره بهالاثناء من المخيم، خوده تعرف المخيم وين؟ ابني ماكو، فليوقف بالمخيم ترى يقدر يشوف على البعد هالمكان، خيال على البعد يقدر يشوفه. فالعقيلة واقفة وعينها تربي على درب اخوها، شو راح يجي بيا خبر؟ بخبر يسر يضر يؤذي. بهالاثناء شافت الامام اجى، اجى الامام على البعد، ماذا تميز الامام جيت شلون؟ الى ان ازداد الامام قرب، عائلة الامام شافت لا، وجه الامام لايح عليه فد اثر، اثر حزن اكو الامام، فد علامة على وجهه، واكو انحناء بظهره. التعزية للحر هذه هو باب الحوائج. يدري انا وصلت للمصيبة ما ادري شقره، كأنه وجدت هنا ولا بأس المجلس مجلسه، واللي نريده منا نريده منا نريده، كان ماكو. زين الحسين لما عجب هالجية تسأل العقيلة منه، خاف يجاوبها يقولها ابو فاضل انقتل، فهالجواب هيج العائلة وحدة وهي ما تريد يجاوب هالجواب. هاي من زينب، من جهة زينب. جينا من جهة الحسين سلام الله عليه، الحسين هم ما راد يجي ابتداء ويقول لزينب ترى اخوك راح جين رحم الله والديكم واهله، فيكون يصير تفهيم بس من الحسين الى العائلة. سوى الامام اسألك الدعاء، الامام حول من على ظهر الجواد واجى الى عايني رحم الله والديك، اجى الى خيمة ابي الفضل. العائلة ذات عاين الحسين شو نزل وطب للخيمة مالت العباس، شو راح يسوي؟ شنو العباس بالخيمة؟ فلما دخل الى الخيمة اجى الى العمد، جر العمد فوقعت الخيمة. هلا عرفت المعنى شنو؟ الان نقول وسيداه وعباسا، جر عمود الخيمة، الخيمة انطبقت. يعني يا بنات رسول الله راح الخيمة راح. صاحت مولاتنا واخا،
هلا الله يجبر خاطرك ويجعلنا اخوان بحق اخوة الحسين. لا عدوان اخوان. قلبها يا عباس يا حامض عين يا برغام يا ليث العين ينصى المعركة ويا المعجبين 70,000 متواردين. الله يعافيك يا عزيزي من كل ألم خصوص من ألم الشوف مال العين. ها 70,000 متجاوبني 70,000 متواردين رماح بسهم ونبت رماح بسهم والبت بعينه وراس بعمدهم فاضخين. يا الله اغفر لنا يا ربنا ارحمنا واعف عنا يا مولانا. بأبي الفضل تفضل يا رب علينا وعلى جميع المؤمنين بالخير والرحمة وحسن العاقبة. إلهنا من يجمعنا وإياهم الإيمان وحب أهل البيت في كل مكان كانوا اجعلنا وهم بحصنك الحصين واكفنا وإياهم شر الأشرار وطوارق الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ارحم من مضى من علماء ديننا وأيد الأحياء العاملين منهم وبلغ أمواتنا وأموات المؤمنين بكرمك ثواب الفاتحة.